عبر راسي جديد. اليوم بالنسبة للوضع الأمني يعني متوتر. ستعودون لا خروج نهائي إن شاء الله. والأغلب الجالية المصرية خروج نهائي. كل معظمها خروج نهائي. حتى نمدير خروج نهائي. الهلال الأحمر يشكر ألف شكر. حتى في الأوتوبيس جايب لنا مية. ويشكر السفير المصري واقف معانا زي كده في الجمارك التونسية ما سايبناش وفي الجمارك الليبية ما سايبناش. مسوين الصغار هادو اللي هاجروا وطلعوا باقي الرجال كلهم مولين بإذن الله وحيواجهوها حيواجهوا توار 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 مقابل الإسلاميين يوم الصبح. قدام الإسلاميين هادو جماعة مخراطة وجماعة هادو اللي شادين بغازي توار على المدخل هادو ما بغازي كانت ثوار كانت ثوار ونهزموا هكي وطلعوا منها وهي حركة من حفتر بإذن الله هكي قصدي حرب سياسية هي يعرفوا خطة هي بدايرها خليهم يخشوا توا بعتالي في خطة تانية يعرف كيف يدور بيهم يعني ويعرف ما في أمل في أمل دياركم مسكرة كهو قاعدة الرجال والتريس والتوار قاعدين غادي بإذن الله غير خايفين على أهليهم وهم يتوصلوا في العائلات وباش ترجعوا يعني نرجعوا يعطيك الصحة توا كلها مولي غادي التوار توصل في ملاها اللي هم مريضة بالسكر واللي هم كده ما تحملش ما كده صواريخ وقذائف واللي طاح على حوش وماتت أمها واللي ما خايف على أمها وكل الوجهة تونس عملتوا ما كمش ماشيين عاملين على تونس تونس هي أملنا الوحيد ما كمش ماشيين بتصافوا عن تلك تونس لا يعني بش اللي بيا نساك هو بش يسكن تونس تونس ما عناش إلا تونس هي تونس قصدي أقرب لنا وهي اللي تقبلتنا وهي هي هذه بإذن الله إن شاء الله باش تدعوا عنا أمانة اللي هما نسائكم كهو متو راجعين المعركة هو هذا هو عبانا على تونس والعباء على الله هو وإن شاء الله ما يقصروش ونعرفوهم احنا تريس هما تونس من قبل وعندكم ثقة في فينا في رجال بناتنا وفي ثقة بإذن الله عندكم بناتنا ثقة في رجال توانسة عندنا ثقة بناتنا وفي معاملات هلبة بناتنا حرب كل الحرب ديما نلقوا فيه باش نسلي سؤال ممكن يغشك ولا أنت ما تتبناهش أما فما نسبة معينة من الليبيين والتوانسة ما هو يعني ما همش في علاقة انسجام فما برشا توانسة متغششين على الليبية اسكو الليبية هذوك يمثلوك خاصة يعملوا في سلوكات غير يعني غير لائقة بالمجتمع الليبي والعائلة الليبية والرجل الليبي انت وبرشا توانسة متخوفين بالحقيقة والخيال لما متخوفين يقولك هجمين علينا الليبية باش يعملوا فينا خاطر برشا أصوات بعد 2011 خرجوا ليبيا مش ممكن أنت ما تمثلهمش أما خرجوا قالك يا توانسة أنتم ما عملتوا علينا حتى مزية وبفلوسنا وكي تعرف فما عقلية فما أخلاق معينة أيوة في عقليات أنت أسكنينهم هذوك ولا وش تقول لهم في عقليات هادو شو بنقول لهم أنا هادو مفروض قصدي يقدروا التريس يقدروا الرجال يقدروا كذا هذه مفروض بلاد وقفت معانا وكذا مفروض ما فيش منها الدو هذه وفي عقليات بعدين زي ما قلتي انت في عقلية وفي عقلية في سالب وفي موجب